بتوجه لها اتهامات وللعديد من ضباطها وافرادها، ومش هننكر ان في ناس يعني مدانه سواء في قضيه الاشتباه بتورط ضباط وافراد مع تاجر مخدرات في القاهره، والقضيه الثانيه في الوراق بتاعت اتهام اميني شرطه محبوسين الاثنين بتجاره السلاح، وتم ضبطهم وبحوزتهم 22 قطع السلاح. ونيابه شمال الجيزه باشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الاول استمعت الى الاقوال مأمور قسم شبرا الخيمة ثاني ونائبه في هذه الواقعة. مصادر أكدت لنا أن اللي يستحق الشكر قيادات كبرى بالوزارة على رأسهم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء جمال عبد الباري مدير مصلحة الأمن العام وآخرين. تحية للواء جمال عبد الباري ورفقائه الذين تعاملوا مع القضايا المتهم فيها ضباط على أنها قضايا عادية ولم يفرقوا فيها بين ضابط أو متهم عادي. ومش هنروح بعيد، وزير الداخلية اللي هو مجدي عبد الغفار طالب بالتحقيق في انتشار فيديوهات مباشرة من داخل السجون لمتهمين ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني في نت وهواتف ذكية داخل السجون، ده غير التحقيق في واقعة تهريب مقال كتبه الإرهابي جهاد الحداد لصحيفة نيويورك تايمز. والحقيقة جهاد ده كان هو الوصلة اللي بين الإخوان المسلمين وما بين النظام الأمريكي في أيام إدارة أوباما، بقى الله لا يرجعه. معكم على الهاتف اللواء أشرف أمين الخبير الأمني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير بحياتي سيادتك وحياتي لجميع السادة مشاهدي قناة المحور. أشكرك سيادة اللواء. سيادة اللواء، شايف إزاي القرار اللي اتخذ من قبل معالي وزير الداخلية ومعالي اللواء مدير مصلحة الأمن العام وتعاملهم مع حالات ضباط وأفراد على أنهم متهمين عاديين زي أي قضية، في حين أن الإعلام دائما ما نجده يعني يحاول أن هو يصدر للرأي العام أن الداخلية أو أي مؤسسة عسكرية بتحاول أنها تحمي أفرادها؟ اولا يعني ليس من الان فقط، ولكن منذ يعني فترات طويله، يمكن الموضوع ده هبط شويه في وقت من الاوقات. كانت وزاره الداخليه تسلك مسلك واحد فقط، وهو انها لا تتستر اطلاقا على اي قطب من ابنائها. نعم. وعندها الاليات اللي هي بتقوم بتطهير الجهاز من حين لاخر عندما يحدث اي مخالفات. نعم. يعني نتفق الآن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. يعني احنا دلوقتي هذا كلام يعتبر يعد كلام مرسل ليس له أي يعني حقيقة من الواقع، وخاصة الاتهام الذي حدث فيه مديرية أمن القاهرة واتهم فيها بعض الثلاث ضباط وأيضا الأمناء بالتواطؤ مع بعض تجار المخدرات الواقعين حاليا تحت التحقيقات. نعم. التحقيقات بتتم عن طريق النيابة العام او النيابة العامة. يمكن هو المتهم يعني ذكر كم اسم، وبالتالي ما حصلش ان وزارة الداخلية انها تتستر على ذلك، بل بالعكس قدموا للتفتيش والتفتيش بيحقق في هذه الواقعة، وعندما يكون في اي ادانة تتبع معهم جميع الخطوات التي تتبع مع اي مواطن. ليس لدى وزاره الداخليه لاحد حصانه معينه انها تمنعه من ان هو يواجه التحقيقات. يمكن جميع هي اداره التفتيش حاليا تحقق معهم في هذه الواقعه. بلا شك في تحقيقات، بل تحقيقات واسعه والتحريات واسعه في هذه الواقعه بالذات. تفتكر سيادتك يا فندم لما نصل لمرحله ان انا اطلع اقول خبر ده بديهي، يعني انا شايف ان لو في تقصير في البيت عندي من موظف شغاله من طباخ من اي حاجه، ما انا اكيد هحاسبه، يعني مش هترمخ عليه. لما احنا نقف النهارده ان احنا اعلاميا بنشيد وعمالين نقول ان اللواء وزير الداخليه واللواء رئيس مصلحه الامن العام يا جماعه شوفوا بيعمل ايه وبيعاقب المدانين وفي تحقيقات وفي تفتيش و الى اخره، الحالة دي عمرها ما كانت موجودة في مصر قبل كده. يعني احنا عمرنا في حياتنا اكيد كان في وقائع كتيرة جدا، بس الجرأة او الحالة بتاعت شبكات التواصل الاجتماعي اللي اصبحت يعني
بتهدد الدولة بشكل أو بآخر، هي التي بقت تفرض علينا دلوقتي إن إحنا يعني نقول قد إيه الشرطة عظيمة، قد إيه الجيش عظيم، قد إيه الحالة دي حصلت من إيه؟ بص أنا هقول لسيادتك حاجة، في بعض الأمور اللي هي يعني مرت على وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية. الست سنوات منذ أحداث 25 يناير، خلينا صرحة. يعني طبعا كان الكيرف في ادنى مستوياته بعد 25 يناير، بل كان مستهدف وزاره الداخليه او الشرطه بالذات، وتم فعلا يعني انتكاسه لوزاره الداخليه في 25 يناير، في 28 يناير تحديدا، او 8 او يوم يعني ثوره الغضب، يعني اللي هو 28. انا بتحفظ على الثوره دي. ايوه فندم. ما لا انا من ضمن الناس المتحفظين، خلينا نتبع بس ايه مواد الدستور. لا مواد الدستور للعلام. احتراما للناس، مش ممكن نقول على يوم الجمعه 28 يناير ده ثوره، ده يوم اسود في تاريخ مصر هندفع ثمنه 20 سنه قدام. انا مسؤول عن كلامي يعني. ايوه فندم. في الجزئيه دي بالذات على فكره انا يمكن ليا وجهه نظر، 25 يناير دي مؤامره، ويوم 28 دي ثوره حقيقيه احنا نزلنا كلنا فيها، بس كان يعني احنا اكلنا الطعم بمعنى اوسع من كده، لان كان في فساد في الحكم وقاعدين نتفق على كده، ادى الى ان في مناخ حزب ان تقوم هذه العمليه. خلينا متفقين على دي الاول. اتفق سيادتك. انا لا اتفق. انا عن نفسي لا اتفق، يعني ده رايك انت حر فيه. ايوه يا فندم. لان هو اذا كان في مناخ حزب لقيام مؤامره، كان في مناخ حزب. نعم. وقامت المؤامره. انا بقول لك احنا واستهدف 25 يناير بالذات هذا الرقم، لان ده عيد الشرطه، يعني هو كان مقصود بآليه معينه بتنفيذها ونفذت بطريقه. انهار جهاز الامن. لما انهار جهاز الامن فالكيرف نزل خالص. في عداوه كانت موجوده، كان في عداوه بين الشعب وبين الامن. كانت تتغذر هذه الفكره. يعني خليني احطها في اطار، احطها في اطار بس كده، ما كانش فيه عداوه بين الشعب والامن، وانما كان هناك عداوه بين الاخوان والامن. يعني انا حضرتك بحطها في هذا الاطار. والله بص انا اتفق معاك واختلف في جزئيه اخرى. دايما احنا كنا في محك بيننا وبين الشعب، لان كان يعني كنا نستخدم احيانا في بعض الاوقات بطريقه كانت تدي انطباع لدى الكافه ان احنا ناس عندنا كبر او تعالي، وكان يمكن منهاج متوارث في بعض الاوقات، وبالتالي كانت بعض الناس ينظروا لنا نظره ما فيهاش المحبة التي اكتسبناها 30/6. يعني بأسرة آدم 30/6 عادت العلاقات تبقى جيدة جدا جدا، إلى أن بقى كان يحدث أحيانا خلال من 30/6 بعض الأعمال الفردية التي فيها أخطاء فردية تعترف بها جميع فرع المجتمع فيها. طبعا الأطباء عندهم أخطاء والمهندسين عندهم أخطاء، فكانوا تستخدم هذه الأخطاء بطريقة أخرى في المبالغة، وكان تكبيرها بطريقه في اجهزه الاعلام علشان يعني برضه يضعفوا من الامن خلال السنوات. خلي بالك احنا معترفين، وبقولها برضه في اكثر من مكان، احنا ما زلنا حتى وقتنا هذا لا نستطيع ان احنا نراهن على ان احنا يعني من الملائكه. لا مش الكلام ده. لا يوجد ملائكه على الارض. سياده اللواء اشرف امين الخبير الامني، بشكر سيادتك على هذه المداخله.